عملية تخريبية طالت أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات وقرب المياه الإقليمية للدولة قرب إمارة الفجيرة. الخارجية الإماراتية أكدت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. وأكدت الخارجية الإماراتية عدم وجود أي إصابات أو خسائر. الإمارات تؤكد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية للدولة غير بعيد عن المياه الإقليمية للدولة باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة. وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عدم تسجيل أضرار بشرية أو إصابات، كما أكدت عدم وجود أي تسريب لمواد ضارة أو وقود من هذه السفن. وقالت الوزارة إن العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأوضحت أن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني نافية شائعات عن وقوع الحادث داخل الميناء. بيان وزارة الخارجية أوضح أن السفن التي تعرضت للتخريب سفن تجارية مدنية من جنسيات عدة، وأضافت أن الجهات المعنية في الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وأن التحقيق جار بشأن ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. وقالت إن الجهات المعنية سترفع نتائج التحقيق حال الانتهاء من إجراءاتها. وشددت الخارجية الإماراتية على أن تعرض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا. وأكدت الوزارة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، والذي يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية. معنا الآن من المنامة الكاتب والباحث السياسي عبد الله الجنيد، معنا من الرياض الخبير في العلاقات الدولية دكتور سامي المرشد، ومعنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي محمود خلف، ومن واشنطن ينضم إلينا المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي. مرحبا بالضيوف. أستاذ عبد الله مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذا التطور الخطير، التطور اللافت اليوم، تعرض أربع سفن تجارية مدنية لأعمال تخريب قبالة ميناء الفجيرة. طبعا هذا يأتي في خضم فترة من التوتر تشهدها العلاقات خاصة بين الولايات المتحدة وإيران منذ فرض العقوبات على إيران. التحقيقات ما زالت جارية بحسب بيان الخارجية الإماراتية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن سيناريوهات. السيناريو المرجح من قبل الكثيرين أن تكون لإيران أو لأذرع إيران في المنطقة علاقة بهذه الأعمال. أولا، كيف نقرأ هذا التطور وعلى ماذا يدل برأيك؟ أسأل الله مساك أستاذ الكريم أستاذ محمد وكذلك ضيوفك في عبر الأقمار الصناعية. بالتأكيد هي الرسالة الأولوية من إيران للمجتمع الدولي بجديتها تماما في التعاطي مع تصفير أو صفرية السماح لإيران بتصدير نفطها، وهذا الإشعار الأول والمباشر للمجتمع الدولي بأن إيران تملك الإرادة السياسية في عملية تنفيذ تهديدها بإعاقة الملاحة أو إغلاق الملاحة بشكل تام عبر مضيق باب المندب. وهذا الأمر يعني سوف يصب على إيران تحمل تبعاته. حتى الآن لم يعني كل الأصابع تشير إلى إيران بالتأكيد، ولكن ما نتمنى أن يسارع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وصريح من هذه العملية التي تمس أمن الممرات الدولية. طيب، سنعود إلى التركيز بعد قليل على مسألة يعني دور المجتمع الدولي في كل هذه الأمور، وأنه هذه في نهاية المطاف يعني هذا ممر دولي بامتياز، ممر تمر منه، نتحدث عن خليج هرمز طبعا وفي الطريق إلى بحر عمان أو خليج عمان، تمر منه كميات هائلة من النفط إلى دول العالم المختلفة، وبالتالي هناك الآن مطالب بأن هذه المسؤولية، مسؤولية حماية هذه المناطق، هي مسؤولية دولية في نهاية المطاف. ولكن قبل ذلك دكتور سامي، مرحبا بك معنا أيضا في هذا الحوار. كيف تنظر إلى هذا التصعيد؟ على ماذا
يدل؟ وإذا كانت إيران بالفعل ضالعة في هذه المسائل، ما الذي تريد إيران من رفع مستوى التصعيد ومستوى التهديد درجة إضافية من خلال هذا التطور؟ مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. الواقع أن يعني الذي قام بهذا العمل لا شك أنه إيران أو أحد أذرعتها، فإيران هي الدولة الوحيدة التي هددت مرارا وتكرارا أنها ستلجأ إلى هذا الأسلوب، ستلجأ إلى تعطيل الملاحة في الخليج إن يعني أصرت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي على معاقبتها اقتصاديا وتصفير انتاجها النفطي. يعني هذا معلن بالنسبة للإيرانيين. إيران دولة يعني ليس لديها وسيلة إلا الإرهاب، هذا هو ديدنها، دائما تلجأ إلى عرقلة السفن التجارية عندما تحصل لها يعني عقوبات، عندما يعني يضيق عليها. رأت إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة جدا، هذه الإدارة إدارة السيد ترامب، في معاقبتها وإيقافها عند حدها، ووضع لها شروطا محددة وهددها بأنها إن لجأت إلى أي عمل ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أي من حلفائها، سواء من قبلها مباشرة أو من قبل أحد وكلائها، فأنها ستعاقب على ذلك. لذلك هذا الأمر خطير، خطير جدا في الواقع، لأن إيران الآن تريد جس نبض رد الولايات المتحدة الأمريكية ورد فعل الدول الحليفة لها بما فيها دول مجلس التعاون. لذلك الموضوع جد خطير ويحتاج إلى إجراءات، ولا يجب السكوت عليه، يعني يجب الرد بوسائل عدة. يجب أن تفهم إيران الآن أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم التي محبة للسلام لن تقبل هذه البلطجة. يعني إيران الآن أثبتت مرة أخرى، وهي لا تحتاج إلى إثبات، هذا ديدنها، والعالم صبر عليها كثيرا، وهي تعودت على الإدارة الأمريكية الديمقراطية السابقة إدارة أوباما، وتحاول الآن جس نبض مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الرد. ولكن قبل الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون هنالك موقف خليجي، يجب أن يكون هنالك موقف عربي، لأن هذه المياه هي مياه عربية، وإن كانت خارج المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن الخليج العربي يعني التجارة العربية والنفط العربي وكله يعني يأتي من هذه الممرات ومن هذا الخليج. لذلك على الدول الخليجية والدول العربية، الجامعة العربية، أن تتخذ قرارات حاسمة للرد على إيران وإيضاح أن الموقف العربي موحد في هذه المسألة، وليست هنالك خلافات عربية، يعني انطلاقا من مؤتمر تونس الذي كان يعني هنالك إجماع عربي على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وتهديد أمنها واستقرارها. الآن إيران تقول للعالم وتقول للعرب أولا، وتقول لأمريكا ثانيا، وتقول للعالم ثالثا، أنها مستمرة في إرهابها، مستمرة في تحدي المجتمع الدولي، مستمرة أن تقوم بهذه الأعمال الإرهابية كما كانت تفعل لمدة 4 عقود في سوريا وفي العراق وفي الخليج وفي اليمن. طيب. في كل مكان، يعني حتى أن إرهابها وصل أوروبا ووصل أمريكا اللاتينية. العالم صبر طويلا على هذا النظام، وهذا إجراء يهم العالم ويهدد الأمن والسلم العالمي كما ذكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة ومهمة فورا. حتى تفهم إيران الرسالة ولا تفسرها بطريقة خاطئة. طيب، نريد أن نتحدث عن هذه الإجراءات أستاذ دكتور سامي وباقي الضيوف. أستاذ محمود، بداية مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. ما هي الإجراءات؟ كيف يمكن الرد على هذا التطور الخطير الذي كما أشار الدكتور سامي وكما أشار بيان الخارجية الإماراتية هو ليس تهديد فقط لدول المنطقة، لدول الخليج، وإنما هو تهديد دولي، لأنه هذا شريان أساسي، معبر أساسي
لحركة التجارة والملاحة الدولية. بالمناسبة دعني أقرأ بعض ما ورد في البيان، بيان الخارجية الإماراتية فيما يتعلق بهذا الموضوع. يقول البيان إن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا، وهناك ضرورة لقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي طرف أو أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية. أستاذ محمود، يعني بما أنه يعني هناك تهديد للملاحة الدولية، مسؤولية الرد على هذا التطور تقع في عاتق على عاتق من برأيك؟ في البداية احنا نفهم الموقف الايراني. الحالة الايرانية هي حالة، الحالة اللي هي موجودة فيها هي حالة غروب للامام، لا تستطيع ان تتعاطى سياسيا، فدايما تختلق الازمات. العملية الاخيرة ديت يعني من السهل جدا قراءتها، هي بترد على الحج الامريكي، بترد بسيطرتها على وكلاءها في المنطقة، بتطمن الحالة الداخلية اللي هي موجودة فيها شعبها. لو رجعنا كل إيران، إيران لا تتحدث حديث سياسي أبدا بأي حال من الأحوال. لو رجعنا لأي مرحلة تاريخية لا تتحدث حديث سياسي، ولكنها تتحدث باستخدامات القوة بالشكل اللي احنا بنسمع عنه وبنشوفه عن خلال من خلال وكلائها. وأبسط دليل مع يتزامن تقريبا مع هذه العملية لميناء الفجيرة، ان لحد 48 ساعة مضت الحوثيين كانوا وافقوا على الانسحاب من خارج حدود الحديدة النهاردة او من امبارح باللي رجعوا فيه وردوا تاني. بجميع الاحوال الحالة الايرانية هي حالة الحقيقة، ليست حالة سياسية، ولا يمكن التعاطي معها سياسيا بالشكل اللي هي تراه، هي نمر من ورق، وهي مسألة التحرك الى حافة الهوية. بتتصور ان حافة الهوية قد تصل بها الى حل، او في بشكل من اشكال خلينا نقول التفاوض مع، لا مع النظام العربي ولا مع الدول العربية ولا مع المجتمع الدولي. انا عايز حد يقول لي تاريخيا احنا شفنا اي حالة من الحالات الاستجابة للاستقرار والسلام الا في الحالة الايرانية. الحالة الايرانية دايما في حالة هروب للامام، في حالة لا تدري ماذا تفعل، ولكنها في النهاية لابد ان هيكون هذه العملية الحمقاء التي تمت في اجراءات. طبعا بطبيعة الحال لن التفكير الايراني اصبح معروف، التفكير الايراني بيدفع او هو في سبيله باستمرار لشن العمليات او شن خلينا نقول العمليات التي تهز استقرار المنطقة بالكامل وتدخل في كل الشؤون بالشكل احنا شايفينه. فنعتقد ان يعني خلينا نقول ان لابد هيكون في تحرك دولي تجاه ايران وتحرك قوي بخلاف العمليات العسكرية التي بيعد ليها، ولكن لا اتصور ان هذا العمل الذي تم هو واضح تماما، وواضح الرسالة الايرانية هي تبعثها لمن وبتبعثها للداخل واضح. واعتقد ان الرد هيكون على مستوى كبير جدا، سواء من المنظومة العربية والمنظومة الدولية على حد سواء، لوضع ايران في الحالة الطبيعية، لانها في حالة خلينا نقول هي عايشة في حالة خادعة بتذكرنا بالتاريخ الفارسي. هي لا زالت تشعر بالتفوق، حط ايديها في زعزعة الاستقرار سواء في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، تهدد دايما، لا يوجد لها حديث سياسي. وانا بعتقد ان آن الاوان لانها يعني توضع في موقعها المناسب بالفعل. طيب سيد آدم أورلي، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. طبعا هذا التطور يأتي في كما ذكرنا في خضم وفي وسط هذه التوترات المتصاعدة خاصة بين الولايات المتحدة وإيران. كان هناك تهديدات وتلميحات في على مدى الأسبوع الماضي من عدد من المسؤولين الأمريكيين، أولا إشارة إلى وجود تهديدات إيرانية بشكل أو بآخر أو خطر إيراني من نوع ما، وبالتالي اتخذت القرارات بالإسراع بنقل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى المنطقة. كان هناك تصريحات واضحة من الأمريكيين بأنه أي اعتداء، أي تهديد سواء للمصالح الأمريكية أو لمصالح الحلفاء سيكون الرد عليها رد قوي وحاسم. ما الذي نتوقع من إدارة الرئيس ترامب في هذه الحالة إذا اتضح بالفعل أن المسؤول عن هذه الأعمال التخريبية إيران أو الأذرع، أذرع إيران في المنطقة؟
هذا سؤال وجيه للغاية. أعتقد أنكم تحدثتم عن شيء مهم لم نناقشه إلى الآن، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها سترد عن أي هجمات ترد من إيران ضد أمريكا أو حلفائها. أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة وأمريكا هما حليفان وثيقان جدا، ولذلك فإن هذه الهجمة ضد هذه السفن في ميناء إماراتي بالفجيرة في منطقة اقتصادية سيتعاطى معه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كعمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية وليس ضد التجارة الدولية وحرية الملاحة فقط. النقطة الثانية، أنا أتفق مع الدكتور سامي في أنه يجب أن يكون هناك إجراء ضد هذا الهجوم ببساطة، لأن هذا يعد اختبارا لنا وهو قد يفشل وقد ينجح. إما أن نرد عليه وفي هذه الحالة فسنكون قد اجتزنا الاختبار، أو لا نرد وسنكون قد أخفقنا. أعتقد أن إيران ترى كيف يمكن أن تذهب بعيدا وإلى أي حد يمكن أن تذهب عندما نرد، وبعد ذلك ستخطط شيئا ثانيا. والنقطة الثالثة، الأمر يتعلق هنا بهجوم له كل الصفات والملامح الإيرانية. لماذا أقول هذا؟ أولا لأن إيران استخدمت لفترة طويلة قواتها لمهاجمة العديد من الأهداف بشكل مفتوح وغير مباشر. كذلك إيران دائما تنفي مسؤوليتها من أجل تصعيب الأمر على الآخرين، وكذلك حتى تعطي الانطباع بأنها تنكر الأمر ولا أدلة ضدها مباشرة. وأعتقد أنه عندما تقوم باختبار ما المتفجرات التي استخدمت، كيفية استخدامها وأين صنعت، في فترة لاحقة سنعرف أن الأمر يتعلق بإيران، لكن الأمر يأخذ وقتا. وأعتقد أن الرد يجب أن يكون سريعا جدا. وختاما، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مستوى من التناسبية. مبدأ التناسبية ماذا أعنيه بذلك؟ هو أنه إذا وجهت لي ضربة إلى العين سأضربك على الوجه، إذا ضربتني على الوجه سأضربك على الرأس، شيئا كهذا. يعني أن ردي يجب أن يكون تناسبيا، ويجب أن يكون دائما أكبر من ضربتك. لماذا أقول هذا؟ لأننا نتحدث عن دولة إلى الآن بصراحة ابتعدت عن كل المبادئ، وهي فقط تزعزع الاستقرار وتتحرش وتستفز وتتدخل لأنها آمنة من التبعات والعواقب. لذلك فهي تتجرأ وتتمادى. وأعتقد أن هذا التناسب الذي يجب أن نضعه الآن على المحك، يجب أن نفعل ذلك جماعيا، ليس فقط أمريكا فقط وإنما مع الحلفاء في الخليج، لأن هذا الهجوم هو ليس فقط ضد الإمارات وكما قال ضيوفكم، وإنما كل الأشخاص المحبين للسلام وكل من يمتنعون عن استخدام العنف والإرهاب والقوة لجعل الآخرين يرضخون. طيب أستاذ عبد الله، هذه نقاط مهمة أثارها آدم إيرلي في واشنطن. ما رأيك؟ أولا، هل هو بالفعل اختبار للإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى واختبار لإرادة المجتمع الدولي بالدرجة الثانية؟ هو كما يقول إيران تشعر بأنها يعني آمنة من التبعات، محصنة من التبعات. هل هذا بالفعل ما نتحدث عنه اليوم، وهل هي يعني محاولة من إيران لاختبار إرادة المجتمع الدولي وإرادة دول المنطقة بشكل عام؟ أستاذ مهند، هذا تحديدا كان يعني صلب جوابي على سؤالك الأول عندما أجبت أنها رسالة لتأكيد النوايا يعني نوايا إيران في إنفاذ أو تنفيذ وعودها بإغلاق أو القدرة على إغلاق الملاحة الدولية في مضيق هرمز. ولكن حتى نضع المشاهد في صورة
يعني قابلة لللمس. المخرج في بعض الأحيان كان يعرض صورة ل يعني لشاشة الرادار تظهر فيها مجسمات أو حجم كثافة الملاحة، ولو أظهرتم الآن عزل هذه الصورة وإظهارها للمشاهد سوف يرى مدى وحجم كثافة هذه السفن في الهولدنج اريا أو منطقة الانتظار للمرور عبر يعني مضيق هرمز. من يتحكم ويدير هذه الملاحة هي الإمارات ممثلة بميناء الفجيرة، هي من يشرف على الملاحة، هي من يحرك ويدير هذه الكثافة. ولو أعدنا كذلك الصورة مرة أخرى إلى شاشة الرادار أو المقطع الخاص بشاشة الرادار فسوف نجد أن ربما ما يوحي إلى موقع تعرض إحدى السفن لذلك الاعتداء. فأولا يجب تحديد ليس فقط يعني مصدر انطلاق تلك السفينة التي نفذت ذلك الهجوم، ولكن الآليات التي اتبعتها، هل هي سفينة صيد تقليدية قامت باستخدام مفخخات مسيرة عن بعد ربما صغيرة الحجم؟ لو عدنا وقرأنا في بيان وزارة الخارجية الإماراتية حددت بشكل دقيق أن لا يوجد أي نوع من التسرب للمياه، فهذا يحدد أن هناك انتقاء في هذا الاعتداء، تغيت تماما يعني ناقلات نفط وليست سفن شحن عادية. وكلنا يعرف أن سفن نقل النفط يعني تعمل بما يعني تبنى حاليا بما يسمى يعني دبل أو البدن المزدوج، أي في حالة تعرض الطبقة الخارجية لأي ضرر فأن المخزون من محتواها من النفط بكل أنواعه لن يتسرب إلى الخارج نتيجة امتصاص الطبقة الخارجية للصدمة أو الانفجار. هناك جانب آخر، في حال أن لم تكن سفينة تقليدية من نشر هذه المفخخات أو الألقام، هل كانت مثلا إحدى الغواصات التي نشرت ألقام ربما محسنة تستهدف إثارة الرعب أولا، أي الضرر المعنوي للفت الانتباه وليس الاستهداف ب يعني لغم بحري عسكري، كان لو استخدم لكانت حجم الأضرار في هذه الناقلات لكان كبيرا جدا ولربما اشتعلت النيران في هذه الناقلات، ولكن يبدو أنها كونها في منطقة الانتظار أي لم تحمل بالنفط إلى الآن. طبعا يعني هذه السيناريوهات أستاذ عبد الله داني فقط، يعني نحن الآن بصدد تحقيقات حسب بيان الخارجية الإماراتية، لا نعلم الكثير عن هذه التفاصيل. طبعا كل ما نعلمه هو أنها 4 سفن شحن تجارية مدنية، لا نعرف إذا كانت ناقلات نفط أو سفن تجارية من نوع آخر. طبعا هي من عدة جنسيات بحسب بيان الخارجية الإماراتية. نعلم أيضا أنه لا يوجد إصابات أو أضرار بشرية، وأيضا نعلم أنه لا يوجد أي تسرب للنفط أو للمواد الضارة أو وقود أو شيء من هذا القبيل من هذه السفن. هذا ما نعلمه يعني حتى الآن، والتحقيقات كما أشرت ما زالت جارية بانتظار هذه النتائج. نحن طبعا نتحدث هنا عن 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 السيناريوهات والاحتمالات القائمة دكتور سامي المرشد. الآن البعض يقول إنه إيران تسعى إلى التصعيد في هذه المرحلة، هذه مرحلة توتر، تهديدات إيرانية كثيرة انطلقت في الآونة الأخيرة. البعض يرى إنه إيران تسعى إلى رفع مستوى المواجهة إلى مستوى جديد، ربما لتدويل القضية لإشراك دول عدة لا نعلم ما هي جنسيات هذه السفن التي تعرضت للتخريب، وبالتالي يعني جعل هذه الأزمة أزمة في يعني بمستوى مختلف. إلى أي مدى برأيك دكتور سامي إيران بالفعل تسعى إلى ذلك، وإلى أي مدى ستنجح في القيام بهذا؟ يعني أنا أتفق مع ما ذكره ضيفك من واشنطن السيد إيرلي أن إيران يعني تعودت خلال الأربعة عقود الماضية
أنها تستطيع العبث بالأمن الدولي والأمن الإقليمي دون أن تتعرض مباشرة إلى عقاب على أراضيها. يعني هي تحارب دائما بالإرهاب بالوكالة عن طريق وكلائها الذين زرعتهم في المنطقة. الآن هي تريد في الدرجة الأولى أن ترى مدى يعني جدية تهديد الإدارة الأمريكية، وهل فعلا ستقوم بمعاقبتها عسكريا، يعني ولو كان ذلك محدودا فقط كما ذكر السيد إيرلي يكون عمل أقوى من العمل الإرهابي الذي قامت به إيران، ربما ضرب أحد السفن الإيرانية أو أحد الموانئ أو أحد المصالح الإيرانية. ثانيا هي كما ذكرت تريد كذلك خلط الأوراق وتدويل الأزمة، ربما تتدخل الصين، ربما تتدخل روسيا. هي تأمل في أن يكون هنالك متحادثات متعددة الأطراف للنظر في موضوع أزمة إيران وأزمة الخليج. هي دائما يعني تحاول الذهاب إلى الأمام لأنها في مأزق. يعني إيران الآن في مأزق، هي إن تراجعت عن تهديداتها يعني ماذا ستقول لجمهورها في إيران وفي المنطقة، وإن لم تتراجع فهي في ذلك تنتحر وتقبل بالشروط الأمريكية. هي تريد في الواقع أن تفاوض العالم ولا تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، ولكن إيران من وجهة نظري يجب أن لا تعطى هذه الفرصة. يجب أن ترى أن يعني الرد على عملها الإرهابي هذا بعد التهديدات الأمريكية الواضحة من إدارة السيد ترامب، الآن يجب أن تفهم إيران أن الإدارة الأمريكية جادة فعلا وأنها تختلف عن الإدارة الأمريكية السابقة التي سمحت لها بإهانة حتى الجندي الأمريكي في مياه الخليج. إذن هذا من ناحية. أيضا تريد أن تجس نبض رد فعل دول مجلس التعاون والدول العربية، هل هنالك جدية بتحالف أمريكي عربي جاد في مواجهة إيران وتحجيم دورها وخروجها من سوريا ومن العراق ومن اليمن؟ هي يعني تنظر إلى كل هذه الاحتمالات، هي تجس النبض، ليس لديها أي حيلة تقوم بها، استنفذت كل حيلها، استنفذت كل أعمال البلطجة، استنفذت كل أعمال الكذب والدجل والمراوغة الدبلوماسية وغيرها مع أوروبا ومع الدول الأخرى. ولكن المطلوب الآن موقف خليجي وعربي جاد، يترتب عليه موقف أمريكي أيضا جاد وحاسم يتبناه العالم من بعد ذلك، لأن إيران الآن قالت للعالم أجمع وليس فقط لدول مجلس التعاون أنها دولة إرهابية وستعبث بأمن العالم ولن تتردد في ذلك. يجب تحجيم دور إيران في الخليج وفي المنطقة، وإلا سنستمر في حرب استنزاف طويلة، وكثير من هذه العمليات لا قدر الله هذا ما تريده إيران، هي تريد الصبر وتريد استمرار عملية هنا وعملية هناك، لعل وعسى يكون هنالك موقف دولي قد ينقذها من المأزق التي هي فيه. طيب، اللواء خلف، التصريحات الإيرانية في الآونة الأخيرة كانت مرتفعة النبرة، سمعنا الكثير عن تهديد بإغلاق مضيق هرمز، سمعنا الكثير عن أنه إذا لم يمر النفط الإيراني من هذا المضيق فلن يمر نفط أي دولة أخرى، كل هذه الأمور. الآن نسمع أيضا من قائد البحرية الإيرانية الجنرال أو الأدميرال خانزادي يقول انتهى زمن الوجود الأمريكي في الخليج الفارسي وعلى الأمريكيين مغادرة المنطقة. النبرة مستمرة في التصعيد، يعني إلى أي مدى برأيك سيذهب الإيرانيون في هذا الخطاب؟ هو طبعا الحالة الإيرانية، احنا تأكيدا للكلام، كل الكلام اللي اتقال، حتى احنا عمرنا ما شفنا في حديث سلمي هو حديث فيه عنجهية، دايما نشوف الحرس الثوري، قائد الحرس الثوري، ولكننا انا بقرا في هذه العملية ما قامت به ايران هو عمل من اعمال الحرب، ما فيش كلام، يعني تبقى القانون هو عمل من اعمال الحرب، لانها هددت بممر دولي غير مسموح بتعطيله، وهي هي هي من اعلنت الحرب على المجتمع الدولي. وبالتالي انا اتصور ان خلال الايام القادمه لن يترك هذا العمل، او رد الفعل سوف يكون
يعني أكثر بكثير جدا مما نفذته، لأن السلوك الإيراني لم يتغير أبدا. السلوك الإيراني يعني حد يثبت لي كده إن إحنا لقينا في حديث سياسي هو حديث فيه عنجهية، بنلاقي الخلفية الفارسية واضحة بالشكل اللي إحنا عارفينه في المنطقة، لا يتم شيء في المنطقة. هي دايما كانت بتقول لابد من إذن إيران، وجودها على البحر الأبيض من خلال الحوثيين، وجودها آسف على البحر الأحمر من خلال الحوثيين، والبحر الأبيض من حزب الله والحج الشعبي في العراق، المنطقة بالكامل في حالة هذا الاستقرار. خلينا نقول ما وصلت إليه إيران بأنها أعلنت الحرب بهذه العملية في ممر دولي، ميناء الفجيرة هو الممر أو المخرج الشرقي للخليج العربي. فبالتالي هذا العمل يستوجب، وأنا أتصور أن عجلة أو إدارة تنفيذ هذا العمل العسكري ضد إيران، أنا أتصور أن يعني دارت العجلة بالفعل، لأن هناك يعني ترتيبات تمت من قبل، وكانت يعني خلينا نقول أن الخارجية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت منذ فترة قبل حج تلك القوات بأن لديها معلومات يقينية بأن إيران سوف تقوم في المستقبل بعمليات لنشر الفوضى في المنطقة. وإيران بالفعل كان المفروض تفهم هذه الرسالة السياسية، ولكن هي استجابت ليها ونفذت ما نفذته. وبالتالي أنا أتصور أن في يعني المجتمع الدولي أتصور أنه سوف يعلن حالة الحرب ضد إيران، مما بكافة تبعاتها الإيرانية والقانونية والسياسية. أنا أتصور أن المرحلة القادمة سوف تكون هكذا، لأن إيران لم تكف أبدا بأي حال من الأحوال غير بحديث القوة والحديث بالغرور والحديث أن هي قوة ليست قوة إقليمية لكنها قوة عالمية ومسيطرة هنا هناك، والكثير من الكلام اللي قالته قبل كده. طيب سنعود في الجزء التالي من هذا النقاش للحديث عن دور ومسؤولية المجتمع الدولي في حماية هذه الممرات المهمة، ولكن قبل ذلك آدم دعني أسمع منك أيضا إلى تعليق على موقف قائد القوات البحرية الإيرانية الذي يقول زمن الوجود الأمريكي في المنطقة في الخليج انتهى، على الأمريكيين أن يغادروا. طبعا الحشود الأمريكية من وجهة نظر إيران وإرسال حملة الطائرات إبراهام لينكولن وكل هذه الأمور هي تندرج ضمن الحرب النفسية، هكذا يقول الإيرانيون. ما رأيك في ذلك؟ كلام ده كلام الحقيقة. السؤال للأستاذ آدم إيرلي. الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقات مع الخليج لمدة تفوق 60 عاما، لأن الخليج يوافق على هذه العلاقات ويرتاح إليها. ولذلك بالنسبة للملاحظات من المسؤول الإيراني فهي وهمية، هو يعيش في عالم آخر على ما يبدو، وهو ليس العالم الذي نعيش فيه. هذا أولا. ثانيا، انظروا، الأسابيع المقبلة ستكون مختلفة عن أي فترة سابقة، وأقول هذا للأسباب التالية. أولا، أحد ضيوفك ربما الدكتور سامي أنه يعتبر أن إيران تشعر أنها محشورة في الزاوية، وهذا صحيح، لأنها اقتصاديا يائسة، سياسيا يائسة. الشعب الإيراني يتساءل عن شرعية الحرس الثوري، وكذلك رجال الدين الذين يحكمون إيران أكثر من أي وقت مضى. والآن الأوروبيون أصبحوا الآن ينتقدون إيران بسبب تهديداتها للانسحاب من الاتفاق النووي. وثانيا، هذا هو التفسير الوحيد الذي قد أجده لفهم أو لشرح لماذا تأخذ إيران هذه الخطوة مع وجود كل هذه السفن الحربية من أمريكا ومن هذه التهديدات الأمريكية بأنه سيكون هناك رد. لماذا تفعل إيران هذا وتشن هذه الهجمات بوكلائها مثلا ضد الشحن البحري في مياه إماراتية ومياه إقليمية دولية؟ بطبيعة الحال لأنها محشورة في الزاوية، لأنها تعيش حالة انقسام داخلي، ولأنها تريد أن تستفز الولايات المتحدة الأمريكية لتشن هجوما عليها، وبالتالي وكما قال الدكتور خالد تخلق نوعا من الجهود الدولية لحماية إيران. وثالثا،
ومرة أخرى وكما قلت في البداية، هذا اختبار للإرادات، اختبار للتصميم والحزم والعزم من أمريكا مع الحلفاء، وعلى أمريكا أن تجتاز هذا الاختبار. ومع قول هذا أقول علينا أن نرد بشكل شديد وقوي، وإلا فإن العالم سيعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تهديدات جوفاء، تقول شيئا وتفعل شيئا آخر. وفي الواقع ليس هناك فرق ما بين ترامب وسابقه، هكذا سيقولون. ولذلك بومبيو وبولتون قال بشكل واضح مؤخرا، إذا قامت إيران باستخدام القوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها فإننا سنرد، ولن يكون هناك خيار غير الرد. رابعا، والسبب الرابع الذي سيجعل الأسابيع المقبلة مختلفة عما مضى، مرة أخرى وكما قال ضيفكم، لن نعرف من هو بعد أو يقف خلف هذا الهجوم لوقت طويل. سيكون هناك تحقيق، لكن كل الآثار والملامح تدل على إيران، وسيكون هناك تحقيق مفصل. هل الأمر يتعلق بغواصة أم بأفخاخ أو أشياء أخرى؟ لا يهم. ما يجب أن نعرفه أنه يجب علينا مهاجمة إيران دون أن يكون هناك استيفاء للأدلة الكاملة. وهذا موقف صعب بصراحة، لأنه بطبيعة الحال حسب المجتمع الدولي هذا لا يحدث إلا عندما يعلن حرب من قبل طرف معين، وليس لدينا خيار. وكما تفعل إيران، هي محشورة في الزاوية وتريد أن تحشر الآخرين في الزاوية أيضا، ولا يجب أن نهرب إلى الأمام، وإنما يجب أن نرد ونضربهم مباشرة، وهذا ما علينا فعله. ختاما، سيكون الأمر مختلفا لأنه لا أحد يأبه ما الذي يفكر فيه الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية. هل نعتقد أنه يجب أن يكون هناك إجماع حتى نتدخل ونرد؟ وفي هذا الوقت هذا لن يحدث هناك إجماع بالضرورة. ولذلك أقول إن مجلس الأمن أيضا عليه أن يفكر بنفس الطريقة، لا يجب أن نفكر أنه سيعطي الضوء الأخضر لمهاجمة إيران. ولذلك أقول إننا سنكون على مرحلة جديدة، ولكن الأهم وكما قال وزير الخارجية بومبيو، وهو إلى روسيا سوتشي، سيلتقي بالرئيس بوتين، وهذه كانت زيارة مخططة مسبقا، لكن ستكون مكالمة ومحادثة مهمة حول الخليج العربي. طيب، نقاط مهمة أثارها آدم إيرلي، مسألة أنه الأسابيع المقبلة ستكون مختلفة، وأنه لا خيار غير الرد. كيف سيكون شكل الخيار، ومن الذي سيقوم بالرد في هذه الحالة؟ فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا النقاش.